يستحق أكثر. في أي دولة ديمقراطية في العالم لو قال مسؤول كيتولى رئاسة ديال المؤسسة المالية الكبيرة اللي هي بنك المغرب ما قال والله ما يزيد نهار واحد في المنصب ديالو، لأن ذاك اعتداء صريح على مؤسسات أخرى. أما والي بنك المغرب طبيعة موقعه ماشي من حيث حرية التعبير، يمكن له يقول اللي بغى، يمكن له يعبر هذاك الشيء بوحده، ولكن هو ما ينساش بأنه كيترأس واحد المؤسسة اللي خصها تبقى مملأة وما يمكن لهاش يعني يحمل المعول ويهدم يعني المؤسسات. خصوصا حنا حزب سوقها خاوي ضعيفة ما فيهاش الثقة، هذا الخطاب كامل تنقولوا حنا كمغاربة، ولكن هو طبيعة المؤسسة اللي كيترأس وطبيعة المنصب لا تسمح له بقول ما قاله. يعني الأمر من ناحية الدستورية من ناحية القانونية يقتضي التعجيل بالإقالة ديالو. هذا كنقول يعني في مقتضى الفصل 42 من الدستور: الملك رئيس الدولة ومثلها الأسماء ورمز وحدة الأمة وضامن دوام الدولة واستمرارها والحكم الأسمى بين مؤسساتها. فهذه مؤسسات البنك والأخرى راها مؤسسات الأحزاب كذلك راها مؤسسات، فكذلك وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي وحق وحرية المواطنين فيمكن التدخل من خلال هذا الفصل هذا 42. إذن السيد والي بنك المغرب انحرف عن يعني الوظيفة ديالو. اللي المخزن بغى يحسنا بها وجلسنا فيها ونرضاو بها ما يمكنش. انا شحال من مره تنقول نجبح حوايجي ونمشي بحالي، الحمد لله واكله شاربه نعسه لابسه، الا عجبتني شي حاجه الموضه راه كنشريها، ولكن راه ماشي الفلوس فقط، راه خارج راجع بالضغط النفسي ديال اللحظيه، المعيار والتهم من كل جانب، الفوق فيا ما تحرك الريف، المخزن يخرج لك تصاورك عريانه حيت صيفطتيهم شي حد كتبغيه، والشعب يعايرك ويقول لك خائنه وبعتيز بزافي، الضغط من هنا من جهه تجي ومن هاد الجهه، راه الواحد يطج يتلاح فعلا في البحر. عمليه ديال التجميل ولا لا؟ نجي كامل الاخر، واش اللي داير عملية تجميل غير يخرج ليهم بلا ماكياج بلا ما دايره والو؟ يمكن كندير البوتوكس والفيلر اللي كيديروه بزاف ديال الفنانات وكيقول لك انا ما درت والو، كندير البوتوكس والفيلر وحاجه عاديه اللي كيديروها جميع الفنانات، ولكن نتوما شادين في دنيا باطمه حيت شكون حنا تو غيرك انا سولت كون ما كنتيش شاد فيك ما تسولني اللي كيقولوا دنيا باطمه دايره ودايره. اللي كنتلاقى مع مستثمرين اجانب مستثمرين في المغرب، وعلى سبيل المثال ما غاديش نطول، الى خطو سيمنس غاميسا الالمانيين اللي كيصوبوا داك الفرفرات دوك لي زيولين كيصوبوهم في طنجة، عندهم معمل في طنجة، خذوا 600 ديال المهندسين مغاربه صيفطوهم لسكاندينافي ب 600، دار لهم واحد التكوين ديال 6 شهور، رجعوا للمغرب وبداو تيصوبوا المعمل، في 4 شهور المعمل بدا كيشتغل. جيت حضرت مع الرئيس التدشين ديال المعمل، قال لي الله يخليك عندي واحد الكلمه بغيت نقولها لك قبل التدشين، انا بغيت نعلن اننا غادي نحلوا عندهم هاد لوزين الاولى على 11 هكتار في طنجه حدا الميناء ديال طنجيميد، قال لي الله يخليك راني غادي نعلن اننا غادي نحلوا معمل اخر ديال 11 هكتار حتى هو. قلت له شكرا تبارك الله عليكم، قال لي بلاتي سلك غادي نحل هاد المعمل على الكفاءات ديال هاد المهندسين المغاربه. حيت راه ماشي غير الفلوس وماشي غير الماده، النفس مزيره في هذه البلاد عاده، سواء الناس اللي كانوا تيبغيوه او ما كانوش تيبغيوه هي تيكون عنده الخطاب، الناس تمشي تتفرج في الخطاب. اما اذا كانت عنده ندوه صحفيه كل شيء تيمشي يتفرج فيه، لان تتكون واحد القمه ديال الشخصيه ديال الملك ظاهره فيها. انا كنجول شويه في المغرب، كنخرج من الرباط، كيحسن كنخرج من الرباط، انا مؤخرا راني راجع بالمنطقه الشرقيه ما عندناش كاع الخبر على كورونا. يعني حتى اللي كيدير الكمامه كتجي حشومه عيب، ما عندوش باش يوكل ولادو، مول الكرا كيدق عليه، الورقه حمراء ديال الضو كتوصل ليه، الضو كيتقطع عليه، ولادو ما عندوش باش يشري لهم مكتوبه باش يمشيو للمدرسه، ما عندوش الطاكسي باش يخرج، ما كيعرفوش بانك ملي كتقول لواحد اجي تاخذ القفاض رمضان، ما عندوش الطاكسي، فلوس الطوبيس والطاكسي 3 دراهم ما عندوش باش يشد الطوبيس يمشي يجيب ديك القفه، ما كيقدروش يستوعبوا الفقر، ما كيقدروش يستوعبوا القله، ما كيعرفوهاش. لا التجاره غدا مزيان، الصناعه غدا مزيان، الحمد لله المغرب خرج من الجائحه باقل، اش من خرج كيفاش خرج؟ اين نظره نتوما كتشوفوا
بإين تقارير نتوما كتشوفوا، بإين تحليل نتوما كتشوفوا، ما كتشوفوش الإنسان، ما كتشوفوش الفرد، ما كتشوفوش المواطن، ما كتشوفوش الأم. الأم ما عندهاش باش تشكل ولادها، الأم كتغلي، معلوم غتلوح داك الولد في البحر، معلوم غتقول لبنتها سيرة بنتي جري باش تسلقي داك السياج وتهبطي تلقاي راسك. في الخطاب خطاب واحد كان صعيب عند الحسن الثاني، اللي هو خطاب العرش. خطاب العرش، خطاب العرش، تتعرف العرش، عيد العرش كان هو 3 مارس. 3 مارس آنذاك، نهار 2 مارس تيسجل الخطاب، وعادة الخطاب ديالو تتكون فيه واحد الساعة ديال عيد العرش. علاش؟ لأنه تيكون بحال واحد الديسكو بيلون، كيستعرض الحصيلة ديال العام، واحد خطاب حصيلة تقول وفي ميدان التعليم فتحنا كذا من الأقسام، وفي ميدان الصحة كان كذا، وفي ميدان كذا، وحنت غادي معاه بحال هكذا. وما كانش تيحمل انه يقرا، تيجبر تاجي تيجعب تيجعب اللي يقولوا دنيا باطمه دايره ودايره. سيدنا راه ما دايراش، راه كبرنا، راه تبدلنا. واش انت مراد ملي كنتي صغير هو دابا؟ كنت فوكوس. واش باقي هو دابا؟ ما بقيتيش فوكوس؟ كنت فوكوس. لا ما بقيتيش، غير انت زيانيتي وانا خيابيت. المهم كاين لي كل الحاجه الوحيده اللي درت سناني حجباني، ما بقاو درت لهم الطاطو، ما بقاوش هما دوك اللي كانوا، درت لهم الطاطواج. درتي عمليه تجميل الفك السفلي ديالي؟ لا ماشي عمليه هذيك، ماشي كاين اللي كيهرس الفك ديالو على فكره، هذه اللي كنسميها انا عمليه تجميل. كيبرك دير فاطمه لما دكدك سما والو برا، ودرنا الفيلر وراه صافي، وعراض هنايا وسالينا. الا كيعتبروها تجميل راه ماشي غير دنيا باطمه، يديرها ملايين. قنانف على كترضى، شلاقم على قولتك على كترضى، وكيقول لك لا انا ما دايره والو، هي راه هكاك قنوفه خارجه. هو هضر معاه اللي مهمه، قال الناس ما بقاوش كيثيقوا فينا، قال الناس ما بقاوش كيثيقوا فينا، هذه هي اللي استفزت عباد الله. وهذه الخرجه دابا ديال الاخ نوش، الحزب ديالو والاحزاب، راه غير تغطيه لهذه الكلمه اللي خطيره. راه قال ما قالش كيثيقوا في الاحزاب، قال ما بقاوش الناس كيثيقوا فينا. شكون حنا؟ يعني بنك المغرب ما كيثيقوش الناس في الاداره وفي الاحزاب وفي الموظفين العموم. كاينه ازمه ثقه، وملي كنقولوا دائما ان الثقه ملي كتغيب في اي بلاد فهذاك عنوان الله يحفظ ديال شي انفلات. لان من شروط لا قدر الله ديال شي ثوره في اي بلاد ولا في الاضطرابات اللي كتوقع في البلاد، هو اللحظه اللي المحكومين كيفقدوا الثقه في الحاكمين، اللحظه اللي الانتاج او الخيرات ما كتبقاش توصل للناس بشكل موضوعي. كما كنقولوا ديال الشروط الموضوعيه ديال الاضطرابات، الناس ما كيبقاوش يثيقوا في الحاكمين. فوالي بنك المغرب قالها بفصح العباره. دابا ماشي في السياسيين، دابا حتى اللي هو انتمي للعالم اللي هو لو بوبليك، لو سيكتور بوبليك، القطاع العام، حتى هو تخاص. الناس ما بقاتش تثيق فينا، وهذا هو المشكل اللي خصو يتصدر. One.